السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكرام، أنا السيدة حماني فتيحة من إقليم الرشيدية مدينة الرسانة قصر الغرفة في جديد. هذه السيدة خالي محمد الحيوي، خالتي سعيدة الحيوي. ما عندهمش، ما بحالهمش، ناس فقراء ضعفاء. شحال هذه من سنة مولي يحيي لك البلاد سعيدة، جاب الله الخير والرزق ديال الشتا، فرضت عليهم الدنيا بالماء. دابا انا هزيتهم جبتهم عندي، عطيتهم فين يسكنوا. الزوج ديالي ما كيخدمش ليا دائما، مره خدام وعكاس، انا كنقضي حاجه شويه، كندير عشيه مره مره في عشيه باش نعاون راس وليداتي. انا دابا كنطالب من الناس يعاونوني فيهم باش يعيشوا باش يدوزوا. ودابا اصلا هما حاليا مرض، هي بقيت عندها الثقه دابا في الطبيب الناخب، دوزت لها الوراقات كتشوفوا فيهم هنا. وهو عاوتاني بقيت عنده المرض في الكبد، طلبوا لي سكاني ب70,000 ريال، ما عندي شي. دابا صيفطوني مستعجل للمركب باش ندير رونديفو باش يدوزو له، زعما بلاش حيت عندو الرميد. دابا الله يجازيكم بخير، انا راه هادشي اللي قلته هو هذا، الا كذبت عليكم ربي فوق مني غادي يحاسبني. عندهم خوتهم في طنجة، ثلاثة بديورهم خيرهم برزقهم، واكلين شاربين. جا عندهم شافهم قالوا لي فحاليش ما عنديش ما نعاونوك ما نعطيوك حتى حاجة. 40 سنة وما كانوا كيعرفوهمش خالقين، من العيد العيد الكبير كنتمهم حيا الله يرحمها، كانوا كيعاونوهم في العيد الكبير ديك 8,000 10,000. دابا مات تمهم مبقاوش كيعرفوهم، هادي عامين اصلا هي من العيد العيد الكبير. دابا والو، جاو عندي شوفوهم، جاي طويل ما كان منعاود لك، غير بنتو ولدو اللي دخلو ضمان الحليب وجابو لهم 10 البيضات. والله الله شاهد عليا وشاهد هو الله. انا اختي راني مريض، مرشين، مريض في الكبدة، مريض في الكبدة ومريض في القلب. وهذه اختي ما عندنا مليتنا، طحت بينا، طحت من نظرنا، وجينا عند هاد بنت اختي، عطاتنا واحد المحل ساكنين فيه خصنا باش نعيشو. ما عندنا باش نعيشو، ما عندنا باش نشريو دواء. وخواتي اللي عندنا ما بغا يهزوناش، لأن شوفي قالنا حنا ما عندنا ما نديرو لكم. أنا قلت واحد السيدة رسول الله، وراها رفضنا بختي وطنا بمنا وبانا، وراحنا عطينا محل باش نسكنو، ما عندنا ما ناكلو، وراحنا مرض أنا محمد خويا، ورطتنا للسبيطار وكتبونا التوا باش باش نشرو التوم عندنا باش نشرو، وما عندنا ما ناكلو. وأختي وأختي تا شهر جاني تا من العشية تعطو الناس باش